فيديو؟ فيديو ايه؟ ما انتوا عارفين انا لا ليا في الفيس ولا في الكلام الفارغ ده. الله، ما انت عارفه يا ضحى، ما انت عارفه ان في ناس ماسكين البيج والاكونت بتوعي. يعني ما حدش كلمك من امبارح ولا قال لك اي حاجه؟ هيقول لي ايه؟ انا رجعت من عند بنتي مصدعه ومش شايفه قدامي، نمت على طول، لا شفت فيس ولا تيس. والله انا ما حتى عارفه رميت موبايلي فين. يا جواهر، يبقى شوفي لي الموبايل بتاعي فين يا حبيبتي. حاضر. احنا من امبارح بنحاول نوصل لحضرتك يا دكتوره بس مش عارفين. شفت منكم ميست بس ما كنتش عارفه ارد. لما حضرتك ما رديتيش مرات كتيره اتفقت انا ومس حنان نيجي لحضرتك البيت النهارده. احنا متاكدين ان اللي في الفيديو دي اكيد واحده شبهك. طبعا متاكدين من ده. انا مش فاهمه حاجه. فيديو ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ الدنيا مقلوبه من امبارح ومش عارفين هنتصرف ازاي مع اولياء الامور. اولياء الامور؟ للدرجه دي يعني؟ هو حد مطلع اشاعه على المدرسه؟ فيديو ايه اللي انا فيه؟ وريني. ايه ده؟ 190 مست كول؟ فيه ان حضرتك عامله لي بلوك ومش عارفه اكلمك عشان نشوف لنا حل في اللي احنا فيه. حل؟ حل ايه؟ اللي احنا فيه ده كله من تحت راسك. بتسجل مكالماتنا ليه؟ وكمان نديها الباسورد. ده كانت يا راجل انت. ما انا ما كنتش اعرف ان في برنامج على الموبايل بيسجل اوتوماتيك. واضح انها نزلته من غير ما اعرف. اعمل ايه؟ مش عارفه تعمل ايه؟ والله ما عارفه تعمل ايه؟ احنا في مصيبه. مصيبه ما يعلم بيها الا ربنا. فضيحه بجلاجل. ودي وش من الناس فين؟ هوري وشي لولاد ازاي؟ مش عارفه. منك لله خربت لي حياتي. يا ريتني ما شفتك ولا عرفتك. اسمع، حالا تنزل على صفحتك ان ده فيديو متفبرك. لا انا ولا انت لينا دعوه بيه، انت فاهم؟ هو ده الحل من وجهه نظرك؟ مفيش حل تاني. واتفضل روح صالح مراتك باي طريقه وخليها تطلع تقول نفس الكلام. مهما كنت زعلانه منك بس ما عرفتش امنع نفسي ان انا اجيلك. وانا عارفه كمان يا ماما انك دلوقتي بعدك محتاجه قوي حد جنبك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.